انا مش قلت اللون ده يتحط واحد مكانه جديد؟ الوان ايه بس دلوقتي اللي انت مستنياه وصل؟ مين اللي انا مستنياه؟ ايوب بره وعايز يشوفك. محتاج استاذن ولا ايه؟ لا خالص، ده انت تنور اي مكان. سيبينا لوحدنا دلوقتي. انا كنت مستنيه الزياره دي من زمان بس اتاخرت شويه. انت اللي استعجلتي قضاكي بعد اللي عملتيه. انا كنت شايل حسابك للاخر. حساب ايه يا ابو حساب؟ ما انت خلاص خدت حقك وزياده على السطوح. يوم ما كنت هتموتني في ايدك ولا نسيت؟ لا فاكر، وفاكر كويس ان حسابك لسه ما خلصش. الواد فين؟ واد مين؟ ابني فين؟ ابن مين؟ ابني فين؟ ولا عايزاني مدي ايدي عليكي تاني؟ براحه عليا بس كده ايوب، فهمني بالراحه. قسما بالله لو بقولتي الواد فين لا تكون دي اخر ساعه في دنيتك اللي مليانه شر. انك تروحي الرغده ده كوم وتنتقمي منها وتصوريها، وانك تاخدي ابني ده كوم تاني. الواد فين؟ واد ايه؟ انا رحت الرغده عشان اخد حقي منها، لكن انا اصلا وديني ما عبد ما اعرف ان الواد اللي عندها ده يبقى ابنك. وبعدين انا ورحمه امي ما خدته. ما تجيبيش سيرة امك، ما تجيبيش سيرة امك وهي اللي كده عبيها، فاهمه؟ طب ورحمه امي كمان مره؟ انا ما اعرف اصلا ان ابنك وما خدتوش يا ايوب. اعمل لك ايه طب عشان تصدق؟ يعني الواد فين؟ والله العظيم ما اعرف، روح دور على ابنك بعيد عني. مساء الخير. ايه ده؟ واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. ايه يا عم ايوب مالك قلب وشك كده؟ ليه شفت عفريت؟ انت دخلت هنا ازاي؟ من الباب. هكون دخلت ازاي يعني؟ قصدك على البهايم اللي بره؟ انت يا زفت على اسمك سميه، انت اعطينا. مش هترد عليك، رجالتي مثبتينهم بره. وحياة امك، انت جاي تتهجم عليا في مكاني يا منصور؟ انا لا جاي اتهجم ولا جاي اتنجم. امال انت عايز ايه؟ حقي. حقي منكم انتوا الاثنين. حقي ايه يا ابو حق اللي انت جاي تتكلم عنه؟ فلوسي اللي سرقتيها وعملتي بيها الهيلمان ده كله. صدق اللي قال، الفلوس الحرام رزقها واسع. فلوس ايه يا مخبول انت؟ دي فلوس البيت اللي انت نصبت عليا فيه، يعني حقي ورجع لي وما سرقتوش. اللي انا سرقته؟ ها؟ قصدك اللي سرقناه سوا وكان برضاكي، ولا نسيتي؟ هات 50 يا منصور، لا هات 20 يا منصور، لا هات ابصر ايه عشان مش عارف اجيب ايه؟ انت هتعملي الشويه دول يا بنت عشان اخوك واقف ولا ايه؟ ما هو عارف انك زباله. بقى انا زباله؟ طب وديني ما انا سايباك. وماله، مش عيب. عنك ما سبتيني، بس برضه هتجيب الفلوس اللي سرقتيها وفوقها الفوايد وفلوس ال الفيديو اللي صورتيه مع حسن الله يكرمه مطرح ما راح. بعدها بقى كل حد يروح لحاله. هو ده اللي كنت هتموتي نفسك وتتجوزيه؟ ده اللي بعتيني ورميتيني في السجن عشان خاطره ورميتي امك عشانه؟ هو بيساومك دلوقتي على شرفك وشرفي. لا 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 لا، ولسه هساومك انت كمان يا برنس. هو انت فاكرني جاي هنا تايه ولا ايه؟ ما انا عارف انك هنا، وعارف انك جاي تقطم رقبتها عشان تقول لك ابنك فين اللي سرقه حسن. اللي انت زورت شهادة ميلاده زي ما زورت عقد البيت، مش كده؟ اسم الله عليك. وممكن ازور شهادة ميلادك انت كمان. اه يا واطي يا زبالة، يعني انت كنت عارف ان الواد اللي مع رغدة ده اللي لبسته الحسن يبقى ابن اخويا وكنت ساكت وعملت اللي عملته؟ انت هتصيع على مين يا بنت وتعمل الشويتين دول؟ ده انت رحت تقنعي مرات اخوك ب10 بواكي عشان تتجوز واحد تاني وعلى ذمة اخوك. ما تعملش الشويتين دول علينا بقى. الواد معاك بقى. اسم الله عليك، الواد معايا. الواد فين؟ فين الفلوس اللي سرقتها من البنك انت وباهر ولطفي لبستها انا وحسن؟ هو انت يا كلب فاكرني حرامي زيك؟ لا 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 سمح الله، زيك مين؟ ده انا يا دوب حرامي عبيط، اسرق بيت، اضحك على واحد في حته ارض واخد سمسره، لكن انت برنس سرقت بنك؟ اوعى تعمل الشويتين دول عليا ايوب وما تعيش الدور انك ما تعرفش حاجه، ها؟ طب لو انت ما تعرفش حاجه، خرجت حسن من السجن ازاي؟ ده لعبتها صح قوي، لعبت المظبوط منه. وتستاهل يتسقف لك ويتقال لك برافو. كنت هتشيلني المشاريب، بس لولا ستر ربنا بقى وان انا مأمن نفسي كويس لبستها للعبيط حسن وخرجت منها انا. لولا كده كان زماني لابسها. وبما اني بقى كنت هلبسها فانا عايز منك 1,000,000 جنيه وانت 10,000,000 جنيه، حقي نسبتي بالحلال. يا اما بقى تقرا الفاتحه على المحروس ابنك. قدامك 48 ساعه بس تجهز فيهم المبلغ. 48 ساعة دول انت مش هتلحق تعيشهم عشان انا هقتلك يا منصور. انت ما تعرفش انا ورايا مين؟ لا عارف، وعارف كويس كمان انك ما تقدرش تعملي معايا حاجة.
عارفه ليه؟ عشان انا اللي ودراعك. فتستهدي بالله كده بقى وتعالي وتجيبي الفلوس، عشان اي حركه عوق منك هنقرا الفاتحه هروح المحروس ابنك.